الباكورة مالنا، لأن احنا كل يوم نسوي الباكورة هذه طول شهر رمضان، يوم بيتهلعون الصغار يبون باكورة في غير أيام رمضان قللوا الكمية، فاليوم هذا كمية رمضان اللي نحن كل يوم نسوي الكمية كلها. التوتل هاي كامل الخلطة وزنها 15 كيلو تكفي حق 30 بيت، 30 بيت 15 كيلو 30 بيت، هذا 4 كيلو طحين بالبكورة، طحين نخي 4 كيلو، هذا 3 كيلو بغدونس، وهذا كيلو وين بقل اللي هو الروس مال الثوم، هذا لازم هذا زين. بصل 3 كيلو، كزبرة 3 كيلو مفروم، وبصل أخضر 3 كيلو بعد مفروم مقطع بهذه الطريقة. هذا ورق الغار، ورق غار هذا، ها هذا كريبتة قفة من الكبار، هب كريبتة ورق، شو اسمه هذا؟ كاري ليفز. شو اسمها؟ شو اسمها؟ كاري ليفز هاي يسمونه، ما يقطعونه وايد، ها يبشرونه بشار ما يدقونه دق. وهذا ثوم غفة، وغفة زنجبيل، وغفة فلفل حار، وهذا صودا، صودا شويونه، فلفل أسود، هذا خيل، لازم الخيل بدون مسحوق الخيل ما يستوي، فلفل أحمر مبروش، قفة، وقفة كركم، وقفة كزبرة، وقفة كمون، ونصف فنيال ملح، هذا كله ينحط. يلا يلا جلدي جلدي، أنا يا سحي أسوي فيديو، هذا كله ينحط، ما يتم منه أدنى تدون، ها يريد رياض ضروري تركزون على الطريقة هذه، كلها تنحط الكمية مرة واحدة، ما ينحط طماط، طماط ما يحطون طماط، طماط بالكوفة ما ينحط. كل هالخلطة اللي شفتوها تنعق مرة واحدة، دفعة واحدة، ما بدفعتين، دفعة واحدة، على حسب الإنسان شو يبقى شو ما يبقى من الفلفل. نحن الفلفل لا بد ولا عذر، ترى اسمها باكورة، إذا ما تحط فيها فلفل ما تعتبر باكورة، لا بد من الحرورة. والخيل هذا لا بد ولا عذر منه، لا بد ولا عذر، الحلتيت هذه كلها مردفيسة. الحين عاد طلعت عماركم، هذا ما ينعين، هذا ينهرك، يسمونه هراك، هذا ما بعيان، الهراك غير والعيان غير، هذه يبثون بعضهم بعض بقوة، لازم الشرات اللي ينعين شيء بسيط من مسمى من مسميات العيان اللي هو الهراك، الهراك والبث هذا كله هو عيان، لكن يعتمد من طريقة إلى أخرى، أخفهن هو الهرك اللي هو ما ينعصد، فلازم تخالط الكميات بهالطريقة، حين ما في ولا نقطة ماء، وطحين الباكورة هذا مكانه ما نحط منه ولا حب، ها الحين بنرويكم شو بيوصل إليه بعد هراك ما يقارب 10 دقائق إلى 15 دقيقة. شو ترى ما ينحط الماء، روحه من بعد الهرك روحه يسوي ماء، مزيج الكزبر والبقدونس والبصل، الحين يكودون هالأربعة كيلو على أن تحطوا نسبة تناسب على حسب أنتوا شو تبون، أنتوا شو تبون، ماء بالكوفة نحن ما نحط، يبتدي بالهرك مرة ثانية ماشي ولا نقطة ماء، ماء بالكوفة ما ينحط، هذه الطريقة المثلى، الطريقة الصحية الزينة للبكورة. كل الكمية اللي تشوفونها فوق تحت تنين ايد، شوف ايش قال يستوي قوامه، ما في مخمر، ما تحطون خميرة، ها بس شو اسمه بيكنج شو اسمه صودا، صودا بكربونات الصودا ولا صودا اسمه بيكنج صودا، وين رامي ايش قال القوطي هذا، ها بيكنج صودا شويون يحطونها، بس هذا كم تخليه الحين فتره، هذا بس 20 دقيقه بعد نسوي فرايد، اي بعد 20 دقيقه او نص ساعه بالكثير ويجلونه.
ما يخلونه أكثر عسب ما يسوي ماء، لازم بس 20 دقيقة إلى نص ساعة. برد خلاب بنرويكم الطريقة، طريقة خدمتي يعني. الحين يقرطسونه ويلحقونه، وهذا طالت عماركم 15 كيلو يسدن حق 30 بيت، إذا كل بيت نص كيلو، إذا كل بيت ربع كيلو يسدن طالت عماركم 45 بيت. Thank you. 45 عدل أربلت الحساب، أظني 50 ما أدري عادة. حفيظ كم بيت هذا كافي؟ 30 بيت، كل بيت نص كيلو. يلا Thank you. Thank you. هذا هن حق الله، كل يوم بنصور لكم شيء. بعد مرور ساعة هذه الخلطة، خلطة البكورة. يلا يلا يلا. لازم ما يكون الحجم مرتب، لازم دلاقم. تعالوا دلقم بس، ما يبالها عبال. لكن نقول على المكونات، ما يكون في ماء ولا بيض ولا سقم ولا صواب ولا أي شيء من هذا كله. ممتاز طالت عماركم هاي الطريقة، هذه البخورة. تعطيها اللون اللي أنت أو أنت تبينه. لازم يكون من برا كريسبي ومن داخل لين، ما يكون شرات الحصى ما يسوي، ما يتخالط ولا يجي ولا يصك الملاس لين تصير ويتقابض روحها بعضها مع بعضها. أوبن واحد لا تبارك، وريحته تضرب في خمرة الرأس. إن شاء الله. Thank you حريص.